جرب واعد مني نتيجة حلوة يعني ان شاء الله. يوم الأجازة بنستناه بفارغ الصبر عشان نعوض ضغط الشغل طول الأسبوع ونجدد نشاطنا، بس في أوقات الإنسان بيبقى حابب إنه يكون لوحده شوية ويفصل عن كل اللي حواليه. الهدوء والسكينة بتولد داخل الإنسان طاقة متجددة يقدر يرجع يواصل حياته بكل نشاط. أنا لقيت الحل المناسب ليا من فترة والحمد لله بيحقق الهدف، صفاء الروح والعقل. السنترال بارك حرفيا عبارة عن فسيخية، الفسيخ في كل حته. احنا خلينا احنا مركزين في الهدف بتاعنا، احنا رايحين نفك عن نفسنا شويه علشان ايه؟ نريح، مش نفك عن نفسنا، نفرغ دماغنا علشان الاسبوع اللي جاي شغل عادي خالص، وانت عارفين يعني ايه شغل. فخلينا صراحه مع بعض يعني. بالنسبه لصوت التزييق ده، صوت تزييق الشبشب، تمام، علشان احنا في المدينه ومش طالعين بره. تبقى ماشي كده براحتك. التأمل والمشي في أماكن الهادية وبين الخضرة بيخليني في حالة سعيدة وبيديني المساحة إني أفكر بشكل سليم، وطبعا بيخليني أبعد عن صداع الموبايل والسوشيال ميديا. أهم حاجة إن أنقي مكان هادي وجميل، أو إني أروح مكان أنا بستريح فيه زي المسجد أو المكتبة، أو مكان بيجمع فيه الاتنين في نفس الوقت زي مسجد الجامع. لما وصلت المسجد أديت صلاة العصر وقعدت في المسجد بعد الصلاة شوية وقرأت قرآن، وبعد ما المسجد بقى خالي من المصلين قعدت في ساحة المسجد. هدوء، جو جميل، وشمس لطيفة. غالبا أنا الوحيد اللي كنت في الساحة. صلينا العصر وقرأنا شوية قرآن، كنت عاوز أدخل المكتبة بس النهاردة عشان أجازة فمفيش حد من الموظفين معايا، فمفيش المكتبة قافلة، فإن شاء الله نجيلها بكرة أو يوم تاني. بس أنا كنت حاسس إن المكتبة هتبقى قافلة، فعملت حسابي وجبت معايا الكتاب بتاعي. هنقعد احنا نقرا هنا ماشي، من غير ما ايه نلف في المكتب. اوريكم انا قاعد هنا اهو ماشي، ادي ده الفيو. يا كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم، يا ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. الحمد لله خلصنا، قعدنا قرأنا شوية قرآن، حاولنا ندخل مكتبة، المكتبة طبعا كانت مقفولة عشان أجازة، بس أنا كنت عامل حسابي معايا باك أب كده، إيه كان معايا كتاب، فقعدت أقرأ فيه شوية، قعدت ما بعملش حاجة شوية، قعدت ألف في الساحة شوية. احساس جميل. نودع المسجد، مسجد الجامع، نودعه، مسجد جميل. وطبعا لو انت قاعد مع واحد صاحبك، هو في واحد صاحبك كده دايما اللي هو انتوا بتعملوا كل حاجه زي بعض، تفكيركم قريب من بعض، بتقعدوا كده تتناقشوا، لما تقعدوا تتكلموا مع بعض بس انتوا بترتاحوا انتوا الاثنين. طبعا لو هو معاك في قعده زي دي بتبقى الموضوع مختلف تماما، بيبقى الموضوع جميل جدا. فجرب
وعد مني نتيجة حلوة يعني ان شاء الله. واحنا ماشيين في حي من احياء ايجيبت تمام، لقينا عربية بي واي دي، بس طبعا انت تفكر بي واي دي اللي هي ايه المتعرف عليها، بس دي بي واي دي اللي شبه التسلا، فالموضوع مختلف. بي واي دي تاني شبه تسلا، بس مش بي واي دي التانية، اوعى تفهم غلط، دي بي واي دي اللي ما شاء الله حلوة يعني، ربنا يزيد ويبارك. بس اشوفكم في فيديو ان شاء الله قريب. ما تنساش تعمل سبسكرايب وفولو الحاجات الجميلة دي، تعمل لايك طبعا للفيديو ده عشان ننزل فيديوهات تانية ان شاء الله. السلام عليكم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعاً، فلئن رددت يدي فمن